حلوه تصطاد بالدفاع، يعني حرك وشاهده في كل الكرات السامرائيه من جهه اليمين، يحاول ان يصنع الفارق لسامراء من خلال الكرات العرضيه. احمد حميد مع الكره يقف يلف ويدور يسدد لكن ضعيفه، وصلت بالتالي سهله عند حارس المرمى علي فيصل. علي اعتقد استماته دفاعيه ممتازه، مقطوعه الكره من جانب اللاعب احمد خالد الى جهه اليمين، منار طه، منار ممكن المهارة الفردية، يعيد الكرة إلى الخلف، هذه العرضية موجودة، الرأسية وين؟ جاءت دفاعية بالتالي انقطعت المتابعة من جهة اليمين، الدفاعات حاضرة وبالتالي التغطية موجودة، عادت الكرة إلى الخلف مرة أخرى، السامرائيين يعتمدون على الكرات التسديدات من خارج منطقة الجزاء بشكل أكثر، ولكن الآن نشاهد كرة بينية، جملة تكتيكية ممكن من خلال خطرين السامرائيين. الكرة هذه خطرة لكن هذه المرة وصلت لعلي فيصل، حلوة حلوة حل المراقبة، وبالتالي ننتظر صناعة الفارق لمن ستكون العرضية داخل منطقة الجزاء ولعبة الركنية أو يتقدمون إلى الأمام، بالتالي أنت تندفع إلى الأمام تشكل زيادة عددية في المقدمة، تحاول تشكل خطورة حقيقية على مرمى المنافس، لكن بالتالي ماذا عليك؟ أن لا تنسى الدفاعات، تسلل وراية المساعد الثاني حاضرة، وبالتالي السيد باسم مزهر الهدفين سجل للسامرائيين وقتها. هنا كرة خطرة لمصلحة الميناء، منار، هل فيها ركلة جزاء؟ ماذا يقول حكم اللقاء؟ لا لا لا، نعم 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 نعم، ركلة جزاء. إذن فيها 28 من عمر اللقاء، منار طه توغل، حاول يتخلص، حاول يفتح له مجال، هل هو الهدف الأول للأزرق للسفانة ناصر؟ ردها زهير، صدها زهير، زهير فاضل يرد ركلة الجزاء تتحول إلى ركنية خطرة، هذه صافرة خطأ، احتكاك مع حارس المرمى زهير. لعيون ناصر، قرأ عيون ناصر، رغم أننا نعرف أن ناصر أبو عيون جريئة، لكن في هذه اللقطة، في هذه اللحظة، في هذه اللمحة لا تأتي بما تريد أو بما تشتهي، أحياناً ظروف المباريات تخدمك وأحياناً لا، حتى وإن كنت تلعب على أرضك وأمام جمهورك. كرة خطرة، حلوة التغطية الدفاعية، وبالتالي سالم أحمد، سالم أحمد في هذه المحاولة، لكن هناك مهاجم بمواصفات أخرى كالتي نشاهدها في سالم أحمد، منار، لا هناك قبل ذلك صافرة، صافرة، وبالتالي زهير فاضل رجل الشوط الأول بامتياز، رجل المباراة بلا منافر مجدية، وبالتالي مطلوب منه أن يصنع الفارق قياسا أو عطفا أو وفقا للإمكانيات اللي يتمتع بها منار طه. كرة تعود في ظهر المدافعين، تسلل، هذه تسلل، راية المساعد الثاني واضحة، راية خمس دقائق، أوه هذه والله بيها كلام، بيها كلام، يعني لحظة لعب الكرة حقيقة لم يكن منار. لمصلحة فريق الميناء عند عفيف جبالي مرة أخرى، من جديد عفيف ينفذ عالية داخل منطقة الجزاء، منار عاد ممكن يمرر، أوه اصطدت بالدفاعات وبالتالي مرة أخرى إلى ركنية، كان بالامكان افضل، لا يمكنك ان تحكم على اللاعب وهو في ارضيه الميدان غير وانت تشاهد، ركله ركنيه لمصلحه الميناء، ملعوبه هذه، اوه خطره هذه ما زالت داخل منطقه الجزاء، دربكه وبالتالي تصطد اللاعب، ممكن العرضيه هذه موجوده داخل منطقه الجزاء، لا هي ساقطه على المرمى ولكنها بعيده الى برا الملعب. سمراء ظهر بأوقات متفاوتة، التحول ربما تكون في هذا اللقاء، وهنا لدينا صافرة السيد علي حسين يعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف ما بين سمراء والميناء. هنا في كل مكان عودة معكم لاستكمال أحداث شوط المباراة الثاني الذي ينطلق الآن بصافرة السيد علي حسين حكم المباراة، موقع إطلاقة أحداث شوط المباراة الثاني، هل يأتي بجديد؟ شوط التكتيك، شوط الأسلوب، شوط القراءات الفنية بالنسبة للمدربين، هل يعوض الميناء ما فات في الشوط الأول؟ هنا تسديدة لكن إلى برا الملعب، تحولت ركلة مرمى لمصلحة فريق سامي. الضغوطات على الميناء تحسها أكثر مما هي على سامراء، نعم بطبيعة الحال هكذا هي القراءات النفسية في هذا اللقاء. كرة لمصلحة فريق الميناء، كرار الأمير، كرار، خطرة، أول، أوه! ماذا يقول حكم اللقاء؟ ماذا يقول حكم اللقاء؟
هل احتسب خطأ لسامراء أم هو هدف صحيح؟ دربك أمام المرمى وبالتالي اللحظة شوف شوف أوه تسلل 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 احتسبه المساعد الأول احتسبه تسلل من الحالة الأولى على منار طه اللي أخذ الكرة في شوط المباراة الثاني. ما هو قرار حكم المباراة السيد علي حسين؟ أعتقد عاد لقراره الأصلي وربما احتسب ركلة جزاء للميناء. خلي نشوف خلونا نتابع انطونا اللقطة العامة انطونا اللقطة العامة انطونا اللقطة العامة. ماذا يقول حكم المباراة؟ هل هي ركلة جزاء للميناء أم ماذا؟ خلينا نشوف. ما زالت شوف الاعتراضات تحولت من جانب لاعب خالد الكابتن أحمد خالد يريدها هذه المرة. أحمد يقولهم انطوني إياها، هالمرة راح تكون في الشباك ولا لا يا أحمد خالد؟ خلينا نشوف ونتابع. إذا هي ركلة جزاء لمصلحة الميناء. أوه على التنفيذ منار يتقدم جول جول ومنار حطها في الشباك على جهة اليمين وصارت وبالتالي سجدة شكر لله بتسجيلهم أول الأهداف. أخذوا لكم الآن مباراة من نار، مباراة غير لا وجود للتسلل. ماذا يقول حكم المباراة؟ الكرة ما زالت في الميدان. حلوة هذه حلوة هذه في ظهر المدافعين. سالم 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 هو الثاني هو الثاني. لا 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 ضاعت على سالم أحمد وضاعت على الميناء. ممكن الآن ناصر إلى جهة اليسار، أحمد يحيى العرضية حولها إلى اللاعب أحمد حميد. أحمد مهاري يمر بشكل ممتاز. أحمد 2-1 مضغوط. أحمد يبحث عن زميل، يعيد الكرة إلى الخلف لمصلحة اللاعب عبد الرحمن. مرة أخرى أحمد حميد الرأسية داخل منطقة الجزاء لكن إلى برا الملعب، ركلة مرمى. يحاول السامرائي أن يجتهد عن طريق علي سعد. ها ضغط، لذلك لا وجود للحذر في هذه المباراة كما شاهدنا. كرة خطرة للميناء، ممكن هذه على الطاير، لا خمدها وسيطر عليها الآن. الله حلوة لناصر محمدو، حلوة اللقطة، حلوة 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 حلوة. سامراء ربع ساعة أخيرة خطرة هذه. حسن حسن مع الكرة يحاول داخل منطقة الجزاء، ممكن يتخلص يموه يراوغ. أوه مهاري ممكن الآن، لكن التغطية حاضرة وأمامه غابة من السيقا في ركلة جزاء داخل منطقة الجزاء. يخلصها زهير فاضل حارس المرمى بقبضة اليد. مرة أخرى محاولة عند عفيف جبالي يعكس كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية منار لكن إلى برا الملعب، تحولت ركلة مرمى لمصلحة فريق سامراء. من جديد إذن فريق الميناء تلعب داخل منطقة الجزاء، تتخلص من الدفاعات، عادت مرة مرايون. هل يعود أبناء الملوية في هذه اللقطة في هذه الكرة؟ ممكن خطرة هذه لسامراء. أوه تسديدة دربكة داخل منطقة الجزاء. ماذا يقول حكم اللقاء؟ ضربة جزاء. أوه لا هي ضربة جزاء، نعم أعتقد ضربة جزاء، نعم 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 ركلة جزاء لمصلحة فريق سامراء في هذه الأثناء. أوه في هذا المباراة في هذه المباراة وهي نقطة التحول، هدف التعديل. خلينا نشوف ونتابع. حسن حسن عبد الله على التنفيذ وأمامه مجتبى محمد حارس المرمى. هل يردها مجتبى أم يودعها في الشباك؟ حسن نتابع ونشوف أمام أنظار حكم المباراة. يتقدم جول جول لسامراء. أبناء الملوية يعودون يسجلون في موقعة الفيحاء هذه اللقطة وهذا التدخل اللي كان، وهذه أيضا متروكة للمتخصصين في الحالات التحكيمية. مجتبى راح على اليمين وحطها حسن عبد الله على اليسار وبالدفع إلى الأمام يحاول أن يسجل الهدف الثاني. ممكن زوير فاضل يبعدها، عادت من جديد لمصلحة فريق الميناء لكن هناك سقوط على